جوري أيمن، بونجور عليك. صباح الخير يا نوال، صباح الخير على صباح الهنا يا رب. الأهلي. بص، قبل ما أخش في أي منشطات، بصراحة عايز أخد رأيك في آخر يعني ملف اتكلمت فيه، فكرة هنا ميسي قبوله العرض انتر ميامي. إحنا كنا كلنا تقريبا، أو خليني أقول التوجه العام كان إن ميسي هيكون في الدوري السعودي وهيقبل هذا العرض المغري اللي أعتقد كان غير قابل للرفض، خليني أقولها بهذا الشكل يعني. طبعا لا، احنا يعني هي الفكره كلها كمان ان ليونيل ميسي هو يعتبر سفير للسياحه في السعوديه، بالظبط. وكان في ازمه شهيره في باريس سان جيرمان لما سافر في لما سافر من دون من اذن. اجازه بدون اذن، وراح السعوديه عشان يعمل دعايه في اطار الحمله اللي هو يعني وقع ليها، يعني هو يبقى سفير للسياحه السعوديه. فهنا هي الفكره، منين هو كسفير للسياحه السعوديه مش جاهز ان هو يعيش في المملكه هو واسرته او حاجه زي كده. فدي اللي كانت حتى مضايقه السعوديين، لان فعلا العرض كان مغري جدا وعرض لا يرفض. لكن في النهايه هو برضه في الولايات المتحده هو العرض ضخم جدا، بنتكلم في شراكات مع شركات متعدده هياخد منها ارباح غير العقد بتاعه في النادي، غير ان هو موضوع ممكن ياخد كمان من ارباح التذاكر والمبيعات، كمان لما هيبطل كوره هيبقى عنده فرصه ان هو يستثمر في نادي هناك على طريقه ديفيد بيكام رئيس النادي اللي هو يعني انتر ميامي. وكلنا فاكرين صفقه ديفيد بيكام الشهيره وقتها لما حصلت، الناس كلها برضو انتقدت الفكره، لكن ديفيد بيكام كان عنده بعض نظره. دلوقتي ديفيد بيكام بسبب الصفقه دي يعني بيجني اموال طائله، بجانب ان هو بيمتلك نادي كبير في الولايات المتحدة وغير الشكل في الدوري هناك. فأعتقد خطوة ميسي برضو هي كمان هتغير الشكل في الدوري الأمريكي بشكل كبير جدا، سواء عن طريق البث التلفزيوني أو التسويق للدوري، والمبالغ اللي سواء ميسي هياخدها أو هتعود على الام ال اس هناك بشكل كبير. فيعني هو قرار في النهاية يعني هنشوف المغامره. بالظبط. برشلونه رد وقال ان الموضوع يعني ان ميسي عايز يلعب في دوري ضغطه اقل والحياه تبقى بالنسبه له اسهل، وارد لان برضه في امريكا ميسي اصدقائه في ناس كتير لعبت هناك وعايشين هناك وحاجات زي كده. فخلينا نشوف التجربه لما ميسي بقى يرتدي القميص يلعب، هنشوف هتبقى عامله ازاي. رائع جدا. ابدا معاك سريعا قراءتنا بقى وهروح للشروق، والعنوان بيقول اول تعليق من بيرس تاو بعد هدفه امام المغرب زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. انا هتكلم معاك عن اداء بيرس تاو تحديدا، انت شايفه ازاي يعني مع جنوب افريقيا وأداءه كمان كلاعب بالنادي الاهلي. انت بتتكلم يعني لا، بيرس تاو من اللعيبه اللي مؤخرا ان برضو يا ايمن بقى لهم شكل تاني او رجعوا للتالق اللي المفروض كانوا جايين عليه من قبل ما انضمامهم او من قبل انضمامهم للنادي الاهلي. فخليني ابدا من النقطه دي. بالضبط، بيرس تاو اعتقد كان محتاج لقطه زي دي مع منتخب جنوب افريقيا في مباراه المغرب، وتاكيد كمان تاهلهم لامم افريقيا، لان بيرس تاو في الفتره السابقه كان عنده مشكله كبيره مع منتخب جنوب افريقيا بسبب كمان ان هو مستواه مع النادي الاهلي ما كانش في افضل حال، وكان بيجي له اصابات كتير، وكان بيتم الدفع بيه من قبل بيتسو موسيماني وهو مش جاهز، لان برضه بيتسو موسيماني كان وقتها في ضغوط لان بعض الاعلام كان بينتقد الصفقه وبينتقد بيرسيتاو، فكانت دي المشكله. فكان بيرسيتاو بيلعب وهو مش جاهز فكان بيتصاب كتير، عكس الموسم الحالي اتعمل له فتره تاهيل جيده من قبل الجهاز الفني اللي مع مستر مارسيل كولر، وتم تجهيز بيرسيتاو بنسبه 100% وبقى ياخد المباريات بشكل تدريجي، بعد كده بقى يتم الاعتماد عليه بشكل كامل. فالنهارده بيرسيتاو الموسم الحالي الحمد لله اصاباته اقل بكثير، لعب عدد مباريات كتير، ساهم في اهداف كتير مع النادي الاهلي سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. فالنهارده ده بينعكس على ادائه مع جنوب افريقيا، وبالتالي هو عايش حاله جميله وحاله جيده، وهو كان محتاج اللقطه دي مع جنوب افريقيا عشان كمان تعيد له الثقه كلاعب دولي مع منتخب بلاده ومؤثر. صحيح. فبنتمنى له التوفيق، وان شاء الله يعني في كاس الامم الافريقيه اللي جايه يعني بعد ظهوره بقى مع النادي الاهلي كمان في الفتره اللي جايه عندنا دوري سوبر افريقي وعندنا لسه استكمال الدوري بالزبط. كمان كاس العالم للانديه، ان شاء الله بقى كمان
العام المقبل يكون في افضل حال، ونلاقيه مع منتخب جنوب افريقيا بيتالق في امم افريقيا في كوت ديفوار. نامل ذلك. هروح معك يا ايمن لي يلا كوره، والمنشط بعنوان زامبيا وغينيا الاستوائيه ترافقان مصر، 10 منتخبات تحجز مقاعدها في امم افريقيا. انا هكلمك بشكل عام، سؤالي هنا رايك في التصفيات ورايك في، ما اقدرش اقول اداء المنتخب، بس هل انت عندك الى حد ما رؤيه طيبه للمنتخب تحت قياده فيتوريا؟ للامانه التصفيات بعد ما كاس امم افريقيا بقت 24 منتخب بقى صعب نقيس المستويات من خلالها، لان في منتخبين بيصعدوا من كل مجموعه، وده امر سهل جدا يعني يسهل العمليه. وبنشوف منتخب يعني النهارده منتخب زي زامبيا كان قبل كده في السنين اللي فاتت ايام ما كانت 16 منتخب كان بيعاني مثلا في التاهل او بيتاهل بصعوبه، رغم ان هو حقق اللقب من قبل ولكن كان في ساعات بيعاني. منتخب زي غينيا الاستوائيه كان بيعاني في مساله التاهل. فالنهارده لا، النهارده ما اقدرش نقيس الامانه ومستويات المنتخبات، لان كله بيعرف يتاهل يعني يعني ما بقاش مقياس يعني. فعلا ما بقاش مقياس. بالنسبه لفيتوريا انا شايف انه لسه من الصعب ان احنا دلوقتي برضه نقيم المنتخب معاه، لانه برضه الاحتكاكات ضعيفه جدا. انا ضد النظريه اللي البعض بيتبناها، فكره ان الراجل اصلا ما بيعملش معسكرات كتير عشان يتعرف على اللعيبه، ده سلو العالم كله. المنتخبات كلها ما بتتجمعش غير في التوقف الدولي، هي دي الفتره ما بتعمل لهمش فتره استثنائيه. لكن فيتوريا لسه بيستكشف الامور في الكره المصريه. التقييم الحقيقي لفيتوريا هيبقى في كاس الامم الافريقيه للامانه، لان هي دي الحاجه اللي المفروض يعني منتخب مصر في اخر نسخه كان الوصيف، وبالتالي ما ينفعش ان هو في النسخه القادمه يقل عن ان هو يبقى موجود في المربع الذهبي ده اولا، ثانيا ان هو ينافس على اللقب. حتى فكره للامانه التاهل لكاس العالم الموضوع هيبقى سهل جدا بعد موضوع 9 مقاعد ونصف قاره افريقيا، وان كاس العالم اللي جاي 48 منتخب، فلا لا الامور يعني سهله. فيتوريا هيتحاسب على ايه او الناس تقيمه على ايه؟ وجهه نظري هيتعامل ازاي مع كاس امم افريقيا، وازاي هيعد جيل المنتخب ما بين اللعيبه المحترفه واللعيبه المحليه، ويعمل التناغم اللي احنا شايفين انه او حاسين ان هو ناقص المنتخب الفتره الاخيره. ننتظر ذلك. وفي الاول في الاخر نفسي بس ان احنا نصبر شويه عشان لا نكرر سيناريو العام الماضي، يعني في فكره هنا غضبنا من مباراه سيئه في الاداء او فرحتنا الزايده من مباراه جيده، والحكم اللي فيه نوع من العاطفه اللي هي بتكون مسيطره على قراراتنا. اتمنى لان الاستقرار كمان مع الاداره الفنيه للمنتخبات امر لابد منه، يمكن التجربه اللي احنا مرينا بيها قبل كده تدينا يعني خبره ان احنا لا نكررها مره ثانيه، لان في الاول في الاخر المنتخب هو للاسف الشديد اللي بيدفع الثمن يعني. هروح معاك للرياضة، والمنشط بيتكلم عن المباراة أو سموها مباراة مكافحة العنصرية، البرازيل تسحق غينيا. يعني هي كانت مباراة طبعا ودية، ولكن المباراة كانت قوية جدا، وزي المنشط ما بيتكلم البرازيل فعلا قدرت أن هي تسحق غينيا. بس هروح للشق ده، بس الشق الأهم واللي عجبني جدا أن فكرة هنا أن أنا بناهض العنصرية بأي شكل كان بأي صورة كانت. البرازيليين امبارح أو البرازيل امبارح نزلت لابسة زي أسود كامل علشان تناهض العنصرية. فأنا بعتقد ملف مهم جدا، وملف للأسف لا ينتهي حتى في الدول اللي هي تتحدث بلسان الحريات واحترام الآخر، هي أكثر الدول اللي بيكون فيها مشاهد عنصرية ضد اللعيبة في الملاعب. فخليني أروح معاك للنقطة دي، تفضل يا أيمن. طبعا الموضوع قصة فينيسيوس تحديدا هي اللي كانت مسيطرة في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الراجل دلوقتي هو يعني الفيفا اختاروه ان هو يبقى رئيس اللجنه او الفكره بتاعت محاربه العنصريه في الفتره اللي جايه. الهتافات طبعا بتبقى شديده جدا كانت ضد فينيسيوس في الدوري الاسباني في المباريات الاخيره. طبعا في البعض بيحاول يستغل يعني القصه دي ان هم يروجوا لامور اخرى، او تلاقيه مثلا بيدخل قصص مش عنصريه في عنصريه، يعني عارفه انت الناس اللي هي بتحاول تصطاد. لكن هو الموضوع واضح، القصه دي بقى لها سنين في الملاعب الاوروبيه، الجمهور بيبقى من وجهه نظره بيحاول يخرج اللاعب عن شعوره، ولكن ما اعرفش ليش معنى يعني بيستغل بيتكلموا بالهتافات دي او
بيستخدموا اللغة دي يعني. بالظبط في الهجوم، او ان انت عشان تخرج اللاعب عن شعوره، فهو الامر صعب. اعتقد ان في كل، على فكره هي اللي على مدار السنين كل شويه تقول لك مكافحه العنصريه مكافحه العنصريه، ولكن هي ستيل مستمره. انا ما اعرفش هم دلوقتي ممكن يعملوا ايه زياده، هي الموضوع كله القانون. النهارده الراجل اللي قال الهتاف ده او اللي قاد الجمهور للموضوع ده، هو لو بيتحاسب وبيتحاسب بقوه خلاص، اعتقد الموضوع ده هيبتدي يقل تدريجيا لحد ما هيتلاشى، خصوصا ان ممكن تلاقي ان الفرقه نفسها فيها مثلا لاعب من ذوي البشره السمراء بيلعب وجمهوره بيهاجم لعيب تاني في فرقه تانيه. مشاهد مختلفه عنصريه بتحصل بكل الاشكال يعني. هو اعتقد هي الفيفا بيحاول ان هو يسيطر على الموضوع بشكل اكبر، ولكن هتفضل موجوده. نتمنى ان هي تقل، لكن هي هتفضل موجوده. لكن ما اعرفش الخطابه بتاعت الفيفا دي هتساعد ولا لا، لكن نتمنى. لا ربما اكيد ساعد. العنصريه دي حاجه صعبه جدا وحاجه صحيح. مش جيده، وناس كتير بتعاني منها. صحيح. انا بشكرك جدا جدا على هذه القراءه المتميزه جدا زميلنا العزيز ايمن جلبرتو الناقد الرياضي، شكرا ليك. طيب اخر خبر معانا هنروح ليه، وبعد كده هنروح فاصل عشان بقى نستقبل ضيوفنا. هنروح لمباراه تحديدا الدرع الخيريه بين مانشستر سيتي وارسنال اللي هتقام يوم